يهدف برنامج الحياة هندسة لاستقطاب الطلاب القطريين لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة قطر، عن طريق تحفيز مخيلة الطلاب وتقديم صورة عملية عن هذا التخصص لهم. قدمنا مشروع اللي هو عبارة عن روبوت. في عندك مهمتين، الأولى أنك أنت تتخطى عقبة موجودة وتوقف عند نقطة محددة، والثانية هي تتبع الخط. مدرسة كانوا مشاركين في الفعالية السنة دي. قبل المسابقات دهيت بتبقى في عدد من الوركشوبس بتتنظم من قسم الهندسة الميكانيكية من الأساتذة ومن مساعدين التدريس، علشان خاطر يساعدوا الطلاب في المهام اللي هم هيكونوا بيقوموا بيها. أنا اليوم جيت جامعة قطر المسابقة كلية الهندسة عام 2021. يعني قدمنا سياراتنا البسيطة هذه، احنا فخورين أنا والفريق اللي معاي إن خلصناها في الوقت المناسب وبرمجناها. نشكر الجامعة، جامعة قطر، وخاصة كلية الهندسة في إجرائها الدورة رقم 12 لـ Life is Engineering في الحياة هندسة. كانت مشاركة رائعة جدا. أحب أشكر برنامج حياة هندسة في إقامة هذا البرنامج. استمتعنا في هذه التجربة، كانت تجربة صراحة جديدة بالنسبة لنا. طبعا احنا شاركنا في مسابقة الحياة هندسة، وكانت تجربة مميزة بالنسبة للطلاب، تعلموا فيها كيف استخدموا مجموعة من البرامج. هذه النسخة تعتبر نسخة استثنائية، ولم يكن هناك تواصل مباشر بين الجامعة وبين الطلاب الثانويات، ولكن بعزم الرجال والتعاون الكبير من مدراء المدارس الثانوية قدرنا على إقامة هذه المسابقة في هذه الظروف الصعبة، وبنوعد إن شاء الله العام القادم تعود المسابقة لسابق زمانها.